كان في اعلان محمد هايف انه يستجوب الشيخ محمد الخالد فور عودته الى تشكيل حكومي. الحكومه في جريده الراي عدد السبت نقلا عن مصدر وصفته بان تعسف وعدم تعاون التهديد باستجواب العائدين. تشوفين هذا من نوع من التأزيم تعسف ولا لا؟ طبعا تعسف، هذا تعسف بحد ذاته. إذا بس انت لا بس انت تشوفينه تعسف لان محمد هايف ولا تعسف كمبدا؟ لان انت عندك لا مشكله لا مع لا لا ما عندي عنده مشكله مع نفسه وابوانه. هاي انت تو بتويتر لما على معرض العطور رديتي صرحتي عليه. إيه؟ هو يصرح تردين عليه. كم هالشخص قاتل للفرح، عسى ما يقنون في حديقه شهيد. قال حرام شريعه دوله مدنيه احنا، اي طبق شريعه. تعال شوف كان اجراءات، خليه يروح يطبقها يحاول في المملكه العربيه السعوديه الكويتي لما صار بعد لما يقول الشريعه منو اصل مصدر شريعته. اذا هو قال روح اشوف الا ما يصير هذا، لا حرام معرض العطور تصير في شنو اللي فيه زينه وينشر البهجه، بس عنده مشكله مع العطور ما ادري ايش قصته. المهم ارجع على مره ثانيه على موضوع الاستجواب. اذا كان على محاور لوزير حالي ماسك وزاره حاليه عن وزارته السابقه، طبعا مو دستوري اصلا، ما راح يصعد المنصه هذا الشيء، ما راح يعني ما يشوف النور. تشوفين عدم دستوريه. زين كان في